استشهد الطفل درجان يوسف عبد الوهاب عبد الله 3 أعوام جراء استهداف منزلهم بقذيفة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية. وقال شهود عيان إن الطفل كان يلعب في محيط منزل أسرته في منطقة الضباب غرب مدينة تعز مساء أمس، وأن قذيفة حوثية سقطت في المكان ما أدى إلى إصابته بشكل خطير في رأسه والنحاء متفرقة من جسده ليفارق الحياة على الفور. هذا وتواصل الميليشيا الحوثية جرائمها بحق الطفولة خاصة والمدنيين بشكل عام في تعز منذ بداية عدوانها على المحافظة قبل 3 أعوام، الأمر الذي خلف آلاف القتلى والجرحى والمعاقين، إضافة إلى الدمار الهائل الذي لحق بالمساكن والمباني الحكومية والتجارية. الساعة 5:30 حصلت قذيفة هاون على الطفل يوسف عبد الوهاب عبد الله درجان يوسف عبد الوهاب في الرأس في كل جزء جسمه. نحن نعاني من قذائف من هاونة الحوثي، من ضرب الحوثي، عيشة تعاسة، مواقع فوق البيوت على الناحية، في الهرم يومات يعني تحت التبسودة والخلوة قريبين من موقع الحوثي. الساعة 5:30 في منطقة الضباب في إحدى القرى في منطقة الضباب أن خرج هذا الطفل درجان يوسف عبد الوهاب عبد الله من منزله خارجا إلى خارج المنزل ليقضي حاجته. يعني هم بشكل دائم يعني الأطفال يخرجون يلعبوا أو يقضوا حاجتهم في خارج المنزل. فأثناء خروجه سقطت قذيفة هاون تناثرت منها شظايا كثيرة، تمزق جسمه إلى أشلاء، توفي على الفور. طبعا تعد هذه جريمة من جرائم الحوثي التي تضاف إلى سجل جرائم الحوثي التي يرتكبها في حق المدنيين في محافظة تعز.